يا سلام لما يكون تطبيقات الذكاء الاصطناعي بتضيف لخير هذه الدنيا، يا سلام لما يكون الذكاء الاصطناعي بيكون أداة من أدوات الخير وليس من أدوات الشر. احنا اتكلمنا عن الذكاء الاصطناعي ما بين الفن والتكنولوجيا، إنما دلوقتي هنتكلم عن الإنسانية والذكاء الاصطناعي. صفحة أطفال مفقودة، هي أن الصفحة دي ابتدت صفحة صغيرة ومبادرة، إنما دلوقتي هي تعد من أهم وأكثر المبادرات تفرداً، وفي كتير من المراقبين في العالم اعتبروها من أهم المبادرات اللي تقدمت للمجتمعات من منظمات المجتمع المدني. هي صفحة بتساعد الناس على الوصول لأطفالهم المفقودين اللي مش بس ممكن يكونوا ضاعوا منهم من أسابيع أو شهور، إنما ممكن سنين طويلة. في ناس التقت بأحبابها بعد 20 سنة عن طريق الصفحة دي. الصفحة دي أصبحت من الاحترافية والإنسانية ما جعل مؤسسات كتيرة رسمية في الدولة تتعاون معاها، رجعت آلاف الأطفال، وفي جدية رهيبة وراء القائمين على هذه الصفحة، لأنه المسألة عارفين إن هي في غاية الحساسية، إن فيها كتير من المشاعر، إن فيها كتير من الأمل، إن فيها كتير من القلوب المكسورة، إن فيها ثغرات الاستغلال، وبالتالي في مجهود جبار بيبذل وراء هذه الصفحة علشان يرجعوا أطفال فقدوا من أهاليهم إلى أحضان بيوتهم. الجديد في صفحة أطفال مفقودة إن هم ابتدوا يستخدموا الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع طلبة من جامعة بوسطن لتخيل شكل الأطفال اللي ضاعوا أو تاهوا من أهاليهم من سنين طويلة. يعني العيل ممكن يكون تاه وهو عنده 6 سنين، طب دلوقتي شكله هيبقى إيه؟ الأصعب من كده إنه لما الأهل بيقدموا صورة لابنهم اللي ضاع من 15 سنة أو من 10 سنين أو من 20 سنة، الكواليتي أو الصورة نفسها بتبقى سيئة جدا، رديئة، لأنه قديمة، صورة قديمة والتصوير زمان ما كانتش حلو. فبالذكاء الاصطناعي يتم تحسين الصورة وتخيل الوجهات الأخرى للوجه وتخيل فعل الزمن حتى تكون المهمة أسهل لتجميع قلوب ونفوس تشتاق إلى اللقيا. هو ده التعبير. على فكرة بيدور عليك بقاله 20 سنة. والله
ربنا يجمع كل القلوب المشتاقة. معانا مؤسس مبادرة وصفحة أطفال مفقودة المهندس رامي الجبالي. أهلا يا باشمهندس. أهلا، إزاي حضرتك؟ اتفضل. سعد قلبك. ربنا يخليك، بشكرك جدا. مبدئيا قبل ما ندخل في التفاصيل، كل التحية على المجهود المبذول الكبير في صفحة أطفال مفقودة اللي سمعنا عنها من الناس. سمعنا عنها من الناس لقت أولادها عن طريقكم. الحمد لله. كل التقدير للمجهود المبذول. حضرتك أصلا خبير في المعلوماتية وفي الكمبيوتر. مالنا ومال الحكاية دي؟ طيب خلينا الأول نتفق إن وجودي هنا مش معناه إن أنا الكبير بتاع الحكاية. أطفال مفقودة دي ناس كتيرة قوي، ومجهود بتاع ناس كتيرة قوي هي السبب إن أنا بقيت قاعد معاكي النهاردة. لهم أنا كل رجل... الاحترام. ربنا يخليك. من كل الناس اللي عارفة المجهود المبذول. طيب أنا أطفال مفقودة دي خلينا نقول إن أنا دايما في أي حتة بتكلم فيها بقول الكلام الناس بتبقى زعلانة، نفسي مرة أبقى الراجل اللي بيقول كلام الناس تضحك منه. أنا ماليش دعوة خالص بالحكاية بتاعت حقوق الأطفال طول عمري، يعني أنا كنت باخد سندوتشات أصحابي وأنا صغير. فالنهاردة أنا بقيت يعني أنت ضد حقوق الطفل عامة. يعني أنا الشخص اللي هو صغير كان مش أحسن واحد بيتعامل مع أصحابه الأطفال وحاجات كده. مش صاحب القلب الرهيف يعني. خالص، أبعد ما يكون عن ده. لدرجة ان اصحابي لازم اكون امين يعني. لدرجة ان اصحابي حتى بتوع المدرسة وبتوع الجامعة بالنسبة لهم رامي ده يعني تطور غريب في حياته. وهو ده اللي حصل فعلا، ان اطفال مفقودة هي حاجة حصلت بالصدفة، ودي اقوى حاجة فيها انها مش بلاند. اللي حصل مش ان متخطط انا خالص مفيش اي توجه ان انا لازم اعمل حاجة الناس تشوفها كبيرة وتتطور وتبقى حاجة عظيمة. خالص بالعكس، هي أطفال مفقودة لما اتعملت بالصدفة البحتة. كنت بنكر وجود حاجة اسمها أطفال مفقودة أصلا، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش لا في مصر ولا في غيرها. ما شفتش، ما عنديش بواب مثلا عنده عيل مخطوف، ولا واحد صاحبي عنده عيل مخطوف. وبالتالي أنا ما عنديش حسنا حكايات خيالية. كله رجع يعني. اللي تاه رجع. فاللي حصل إن أنا كنت قاعد مع صديقة وهي بتنشر صورة طفل، فاتريقت. إيه ده بتنشري ايه؟ انت كلمتي الناس اسوأ مما تخيلنا. شفتي؟ ما هو انا بقول لكم يعني ده الواقع. فقلت لها طب انا هثبت لك ان الصوره اللي انت نشرها دي اي كلام، وده اكيد رجع من زمان، ودي ناس بتلم لايكات وشيرز وحاجات. اتصلت، دي كانت ام عبد الله. يعني كنت متخيل ان دي طريقه يا اما نصب يا اما تسليه. او ولد كان تايه ورجع لاهله وكانوا شايفين صورته في وقت ما. فما عنديش داوت، ما عنديش شك ان الولد ده مازال مفقود. وبتصل بمنتهى اليقين ده اكيد رجع لاهله عشان اثبت لها ان انا صح 100%. اتصلت من الو، عرفت ان الولد ده ما رجعش. من صوت الام دي انا عرفت انه ما رجعش. طبعا هي زاطت جدا، وانت شفت بقى الحاجات. فقلت لها طب بصي هاتي بقى احنا هندور تاني. طلعت 8 صور لاطفال اخرين من على السوشيال ميديا. برضه من كام سنه؟ من 9 سنين. 9 سنين هي اطفال مفقوده النهارده عمرها 9 سنين. الثمان أطفال الآخرين قالوا مساء الخير، فلان رجع، لأ سهيلة رجعت، لأ سلمى رجعت، لأ مؤمن رجع، لأ. 9 أطفال جرعة واحدة كاملة من البؤس واليأس. هي مش مجرد اللأ، أنت أكيد استشعرت اللهفة اللي هم طبعا بيجي. هو من أول قالوا ده موضوع تاني بقى، إن أنا استغربت هم ليه عارفين إن أنا متصل عشان خاطر أقول لهم هو رجع ولا مرجعش. اكتشفت ان هذه الاسر جابت بعد خبره بقى، بعد ما فهمت اكتشفت ان هذه الاسر جابت ارقام تليفونات مخصوص عشان تستقبل عليها المكالمات بتاعه البوستس او المنشورات اللي نشرتها على السوشيال ميديا. ليه؟ لان في نصابين بيطلعوا لهم يقولوا ابنك عندي، هات 5000 جنيه ومش عنده، هات 100000 جنيه وابن عنده مش عنده. قصه كده. فخلصت ال9 مكالمات الصعبه دي وروحت بيتنا. تاني يوم الصبح انا عندي ولاد، ولد وبنت، انا عايز اعرف هم الناس دي غلطت في ايه تسبب في ان ولادهم يروحوا. فرجعت كلمتهم واحد ورا التاني مره تانية، بس المره دي انا عايز اعرف هو ايه اللي حصل. يعني هستعرف الحدوته، عايز اعرف. انا المكالمه كانت قالوا مساء الخير رجع ولا مرجعش؟ مرجعش، مع السلامه. ايه اللي حصل؟ ما اعرفش. تاني يوم لا انا عايز اعرف بالراحه كده، احكي لي ايه اللي حصل. سمعت قصه عبد الله اللي تاه، وقصه سهيله اللي اتخطفت، وقصه يوسف العدوي اللي راح. قصص حزينة جدا، واغلب الاهالي او يمكن نقول كل اهالي ما غلطوش في حاجة،
الاهالي نفسها ما غلطتش في حاجه. فقررت اكتب قصص الاطفال دي واحده واحده، واصمي الصفحه دي، اعمل صفحه على الانترنت اسمها اطفال مفقوده اللي حضرتك بتتكلمي عنها النهارده، اللي هي جابت البهجه والسعاده ورجعت الناس. لا احنا مرجعين اكتر من 3900، اكتر من 3900 مفقود، ما بين طفل صغير لمسن لشاب لناس ذوي همم او ذوي احتياجات خاصه من مصر ومن تونس ومن الجزائر ومن امريكا والاردن وسوريا من كل حته. احنا مرجعين من كل حته في الدنيا. عملت الصفحه الجميله دي اللي هي كانت صفحه الغرض منها نشر الياس والبؤس والحزن. مفيش اي امل، احنا مش هنرجع حد، احنا هننكد على الناس بس. واربع شهور يعدوا ويجي لنا مسج، واحد بالليل بيبعت لنا مسج بيقول الولد اللي انت نشر صورته ده بينام عندنا في الشارع. الولد ده داون سيندروم، من ذوي الاحتياجات وداون سيندروم. فالداون سيندروم اغلبهم شبه بعض، وانا بصراحه ما رجعتش حد قبل كده. وبالنسبه لي الشخص اللي بعت لي مسج بالليل ده، احنا في الشتاء والساعه 1 بالليل، فقلت له اصل هم كلهم شبه بعض. لا لا هو ده سيدي، كلهم شبه بعض. لا هو ده. طيب انا هعسفك بقى، انزل. يعني هو بالصدفه شاف الصفحه بتاعتكم فقال الطفل ده انا شايفه بينام في الشارع. وانا مستحيل، عندي يقين مستحيل، احنا مش هنرجع حد لاهله، احنا هننكد على الناس، احنا هنقول كلام دمه تقيل بس واللي بيروح ما يرجعش. ما ينفعش نرجع حد، مفيش حاجه اسمها كده، ما نقدرش، ما فيش حاجه اسمها كده. ازاي السوشيال ميديا ترجع حد؟ فقلت له طب انزل صوره. قال لي ماشي هنزل اصوره. نزل صوره، جاب لي الصوره شبهه، بس انا من جوايا احنا مش هنرجع حد، مفيش حاجه اسمها كده، احنا بنقول للناس اللي بيروح ما بيرجعش. خدنا الصوره وبعتناها لوالده الطفل. الولد ده كانت مامته بتصلي، وهو استغل الفتره اللي هي كانت فيها، هو استغل الفتره اللي هي كانت فيها بتصلي والولد خرج من البيت. اربع شهور او اربع شهور وي الولد ما حدش يعرف عنه حاجه. بعت لها صوره الولد، صريخ بقى في التليفون، وربنا يكرمك وربنا يخليك. تجربه مش عارف، ما اعرفش اشرحها، انك ترجع لام يعني اللي بيتوه ابنه منه دقيقتين بيموت في الدقيقتين دول ألف مره. في اربع شهور ما اعرفش اوصف لكم. فلما تتفرج عليها لما بيرجع لها بعد اربع شهور او تسمع صوتها بس، احساس ما يتوصفش يعني. هنا كل حاجه اتغيرت. انا هنا اذا ده احنا ينفع نرجعهم، ده ممكن رامي القديم مات خلاص ورامي بقى. اللي كان بياخد سندوتشات اصحابه ده خلاص خلص. ده خلاص بقى واحد هنا اللي جواك او وجدانك حس انه في حاجه فرق كبير جدا ممكن مزبوط. تعمله في حياه بشر. عايز اعيش كده تاني، عايز اللي حصل ده عايزه يتكرر. عايز الست اللي كلمتني تدعي لي دي تقول لي يا ربنا يكرمك وربنا يخليك عايز التجربه دي تتكرر تاني.